أمي لا تضايقي حالك، أيام صعبة وبتمر. نحن شو كنا رح نعمل لو ما كنت موجود؟ أنت قلبي يا عزت وروحي وعمري كله. الله يخلي لي إياك يا أبي. رح أخذ علي وروح سلمه يا أمي، بجي لعندك المساء، ما بتركك لحالك، لا تقلقي. تمام تمام يا روحي، بالسلامة. أهلا وسهلا فيكم، هاتي. يا ابني يا روحي، تعرف قديش اشتقت لك؟ لك بركة البيت انت، خليني اياك يا حبيبي. انت اللي رح تنسيني كل همومي اللي عشتها. كل ما بتضحك انت الدنيا كلها بتضحك. امي بدي ارجيكي شغلة بالغرفة. يا عمري شو بدك تورجيني زهرة؟ بدنا نشوف بيوت بأضنا. يلا تعي 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 تعي. أمي أكيد البيوت ما رح يكونوا واضحين على الكمبيوتر. لا أمبلا أمي، يلا. ومنه بتعلميني شو الطريقة كمان؟ طيب ماشي، شغلي هلأ. كيف بيشتغل؟ كبس الزر هاد هيك؟ تمام. مين هالرجال القبضاي اللي شرف على بيتي؟ جهز السندات، راح اوقعهم. سيفو؟ وينه علي؟ بدي اشوفه بالاول. ليكي امي، في مدرسة كمان قريبة من هالبيت، حلو كتير. شوفي حديقته كبيرة كمان، مو هو موسخ شوي بس مو مشكلة، مننظفه نحن وعمو عزت، مننظفه بيومين. وكمان نزرع بحديقته بندورة وفليفلة. والله شايفة انك عملتي عمك عزت شريك إلك بكل شيء. اكيد مفكرة انه امك بنت مدينة وانه ما بتفهم قصص الزراعة. لا يعني امي بتفهمي بالزراعة؟ ما بفهم بس فيني اتعلم. انت وعمك عزت بتعلموني، شو رايك؟ كيفكن؟ تعي حبيبتي، عم شوف انا وزهره بيت للاجار بقضنا وعجبنا واحد منهم كتير. ايه تعي شوفي خاله زينب كتير حلوين. انا لازم اطلع هلا زهره حبيبتي. كل شي تمام زينب؟ كله تمام ان شاء الله. يلا بعدين بشوفكم. تمام بشوفك حبيبتي. امي ليكي هالبيت هاد، شوفي شوفي كتير حلو، ما هيك؟ عن جد كتير حلو هالبيت. شو اللي عم تفكروا تسووه؟ معقول انت غبي لهالدرجة؟ يلي عم نساوي هو انك رح تموت هلا، تشاهد على روحك. هي بس نحن مو هيك اتفقنا، رح ادفع لك مصاريك. تأخرت، أنا ساويت اتفاق جديد يا قبضاي. يلا خذوا له الكلب من وشي واقتلوه بشي مكان بعيد من غير أي بلبل بنوب. تركني بالأول، علي بده يطلع من هالمكان. خير؟ شو هالشغلة الضرورية والمستعجلة هالقد؟ كيف بتعمل هيك؟ قول. لسنين طويلة هدول الجماعة كانوا عيلتك، لك انت كيف بتخونهم بهالطريقة هي؟ فهمني. انت شو عم تقولي؟ ما في داعي تنكر اخي، انا عرفت شو المخطط الحقير اللي عم تحاول تنفذه بالعيلة. المال الحرام ما بيدوم بنوب، ما تعلمت هاد الحكي؟ ما بتعرف انه اللي بياكل لقمه مو اله وبيحرم ناس تانيين منا عقابه كبير عند رب العالمين؟
لك هاد مالهم وملكهم، تركهم يتهنوا فيه لأنه ما رح يجيك منه خير. خالتي فاطمة قالت لك هالحكي، بقى ليش مصر تعمل فيهم هيك؟ شو يعني أنا مالي حق ابنهم؟ كيف؟ كل هالسنين اشتغلت كرمالهم، تعبت وشيت، لك حتى ما شفوا علي، رموني بالطريق لا من وراي ولا من قدامي. هلأ دوري أنا زينب، مستحيل اشفق عليهم. لما عرفت إنه في عندي أخ فرحت مثل الأولاد الصغار، حبيت إنه لاقيه بأسرع وقت وإنه نعوض السنين اللي فاتوا أنا وياه سوا مع بعض. بس لما عرفت إنه أنت هو أخي انهزيت من قلبي. حاولت إنه لاقي مبررات لكل شيء أنت قاعد عم تساوي، حاولت إني برقك على الأقل بنظري، بس لما ما قدرت على هالشي قلت لحالي الماضي بيضل ماضي وخلصنا، ويمكن أخي يكون زلمة منيح بعد كل هالشي اللي عمله. بس لا، بدي قلك إنه أنت صار عديم وجدان وزلمة حرامي كمان، وما أنك ناوي لا أنك تتغير ولا أنك تحسن أخلاقك بنوب. لو بعرف أنك هيك بالحقيقة بدك تكون، ما كنت بدعي ربي إني لاقيك ولا شوفك بالمرة. علي، علي شو صاير لك؟ رح تموت كرمال تنقذ هالواطي؟ خسارة، محرزة كرمال واحد مثله يعني؟ علي، علي رجع لوعيك، شو ما عم تسمعني علي؟ لا تتعب حالك على الفاضي، ما رح يرجع لوعيه، ولا مانك شايف انه عقله طاير بالهواء؟ انت خلصني هلا وودع اخوك بسرعة وخلينا نشوف شغلنا. علي كأنه حضرة الدكتورة ما بتحب تشرب قهوة، مخبية البن بخزانتها لحتى ما حدا يشوفه. تحملي شوي تانية كمان، كلهم كم يوم وعدنان رح يريحنا، ووقتها بنرجع على قصرنا إن شاء الله. وصلت. أهلين، ما عندك اليوم مرضى؟ شو جايبك على البيت بهالوقت هاد؟ لك أنتو شو طينتكن فهموني؟ لك معقول انتو ما فيكن لا ضمير ولا شفقة؟ شو اللي عم بتقولي؟ كيف بتحكي معنا هيك؟ بتستاهلوا أكتر من هاد الحكي أصلاً. يا ريت لو ما التقيتي بالخالة فاطمة أبداً، يا ريت هي اللي ربت عدنان، وقتها ما كان رح يطلع ظالم وما كان رح يطلع حرامي وبلا ضمير وشفقة. اسمعيني منيح، الزمي حدودك أحسن لك، لا عدنان ولا أنا حرامية، ومين ما كان اللي حط هالتفاهات براسك كذاب. أصلاً أنتوا اللي عم تكذبوا على الكل من الأول، وبكذبكن الكبير هاد ما عم تضحكوا غير على حالكن. لو كنا عم نضحك على حالنا ما أخذنا ثروة عيلة كيرمان اللي منستحقها. أنتوا اليوم نجحتوا مزبوط، بس بكرة إلا ما تدفعوا تمن كل عمايلكن البشعة. مو بس أنتوا، وعدنان كونوا على ثقة إنكن ما رح تتهنوا بمال الغير بسهولة، رح تختنقوا فيه وبكرة رح تذكروني. وهلأ اطلعوا من هالبيت، أنا بيتي ما في مكان للي مثلكن أبدا. علي، علي رجع لوعيك، روح على القصر فورا لعند أمي. علي اصحى واحكي معي. فهمنا، بكفي بقى، أول ما يرجع أخوك لوعيه بوصل له رسالتك. شو مجنون أنت؟ تركني ولاك. قلن يتركوا سلاحهم هلأ. أنت مفكر إنه رجالي رح يخلوك تطلع من هون على رجليك ولاك؟ نزلوا سلاحكم وإلا رح أحط رصاصة بنص راسه. يلا ليكي أمي، هالبيت بيطل على البحر كمان، بدي اسكن فيه. تخيلينا الصبح عم نفطر على البلكون وقدامنا البحر.
لما نروح لهونيك منفتل على كل هالبيوت، وأي بيت بيعجبك أكتر منستأجره دغري. أمي شو بصير لو أنا وأنتي منروح اليوم؟ والله كتير حابة أروح هلأ. حبيبتي عمك عزت اليوم مشغول ومو فاضي نهائيا، اليوم لما يرجع المساء منسأله بكرة منروح. طيب خلينا نتصل هلأ بعمو عزت ونسأله لو سمحتي. أمي حبيبتي بلا ما نزعجه هلأ، صبري لبكرة كل يوم واحد وبس. نزلوا استحكم. زدتوا ولا عندي؟ رجعوا لورا. امشي معي لشوف. امي بلكي عمو عزت كان عنده شغل بكرة. صراحة خايفة كتير يأجروا البيت إذا تأخرنا. هذا البيت من نصيبنا نحن، ما حدا غيرنا رح يستأجره، لا تخافي أبداً. وإذا بكرة عمك عزت ما نو فاضي آخر الأسبوع منروح أضنا أكيد. إن شاء الله بكرة عمو عزت ما بيكون مشغول، لأني حبيت هالبيت. أيوة، قبل ما يرجع عمك عزت على البيت خلينا نقوم نعملنا شي طبخة لناكلة سوا. يلا قوم ساعديني. أمي وقفي، خلينا أجهزك إلك. طلعي، من كتر ما عذبتك أنا وابني ما عدرتي بالك على حالك. كل شي بالدنيا بيهون إلا عذابك أنت يا عمري. طيب تعالي معي، خليني أنا نقي ثيابك. يلا امشي تحرك. ارمي سلاحك ولك ولا بأوصل. تحرك. أصحكم حدا منكم يلحقني وقال بقتله بأرضه. يلا فتيل لورا لورا. علي انت كمان مشي بسرعة شوي. والله امي هذا الفستان مو زياده شوي على عشا عادي يعني؟ لا ابدا. يلا امي لو سمحتي، اول ما يشوفك عمو عزت لابستي رح يفرح بجنن. خلص تمام. الو اغا، عم اتصل من مزرعه نزير بيك. شو صار؟ خلصتوا على عزت ولا لا؟ لا اغا، الزلمة طلع مو سهل ابدا، فركش الشغله من اساسها، اخذ نزير بيك معه وهرب. لايمتى رح تضل اخذني معك؟ اذا مفكر انك بتكون نفدت مني بتكون غلطان. شو يلي بدك اياه بالضبط؟ احكي وخلصني. يلا اطلب شو ما بدك وانا بلبي لك، والا حيكون مصيرك جهنم. واقف مكانك. رح تقتلني هلا كمان؟ ليك كون نفدته وفوق خلصت اخوك. خليني اروح من هون. بدي جواب، مين طلب منك انه تقتلني؟ لوين رايح أغا؟ خليني نروح معك. شوف شغلك، فهمت؟ أمي أنت كتير حلوة، أنت مثل اسمك، حتى أنك بتشبهي الملائكة، ومع الوقت أنت عم تحلي أكتر وأكتر. طبعاً لا بقى تبكي أبداً لو سمحتي، لا تزعلي وضحكي على طول. إذا أنت ضحكتي حبيبتي أنا بضحك. من اليوم ورايح ما عاد في بكي، أنا وأنتي وعمك عزت نحن الثلاثة رح نكون مبسوطين. ليكي
مثل ما قلت لك شعراتك صاروا حلوين هيك. يلا كنت قاتل حالك لحتى تمشي من هون، وهلا احكي وامشي. يلا ما فيني استناك للمساء، اذا ما راح تحكي بسرعه انا عندي طريقه خليك تعرف تحكي. انا لا تدخلوني بمشاكلكم. انت دخلت من زمان، قول لشوف، قول واطلع من هالقصة احسن لك. عدوك مانو بعيد، هو حدا قريب كتير منك. عدنان؟ عدنان امرك انه تقتلني ما هيك؟ وليكك عرفت غلطي الكبير، اني من الاول كان لازم خلص عليك انت واخوك الوسخ، بس للاسف نفدته. لحتى نحن نبعد عن هالمكان، انت ارتاح هون يا واطي، وبعدين بتجيب كلابك لعندك. علي علي اخي قوم قوم، خلينا نمشي. يلا علي يلا. شو بدنا نساوي هلا؟ لوين رايحين؟ على الاوتيل؟ لا، كيف ما كان بكره راجعين على القصر، كرمال يوم واحد بلا ما نفضح حالنا. تعي طيب، ولبكره وين بدنا نضل؟ بالشارع يعني؟ وقفي لاتصل بعدنان لحتى يعرف شو عملت معنا هالمنظومه اخته. امي بعدين بنحكي، برجع بتصل فيكي. عدنان ابني، اختك قلعتنا اليوم من البيت وسبينا بالشارع. تمام منيح. ابني مانك عم تسمع شو عم قلها؟ قلت لك انه زينب قلعتنا من بيتها، لوين بدنا نروح؟ شو نعمل؟ لك روحوا لوين ما بدكم، مالي خلق هلا. عدنان ابني، في مشاكل؟ في امي في، ومصيبه كبيره، عزت هرب من ايدين الجماعه. كريتو ألف صحة وهنا، أهلا وسهلا، تفضلوا 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 تفضلوا، وصل الشاي التازة الدمعة، بالهنا والشفا إن شاء الله يا جماعة، صحتين وهنا. حلمي؟ نعم. يا أمي اللي مو طالعة حلوة كتير. حلمي أفندي، أنتي شو صاير لك؟ رايحة على العرس يعني؟ هذا الشيء رح يصير إن شاء الله. شو رأيك بالأول نتغدى؟ أنت مو كنت وعدني بغدا من قبل لتكون نسيت هاي كمان؟ لا لا أنا ما نسيت، دبرت كل شيء يعني كل شيء جاهز، بس أنت بدك تروحي معي تتغدي بهالثياب هدول يعني؟ أنت هلأ بدك تاخدني على المطعم لحتى نتغدى مو هيك؟ أنت مطعم؟ وكرمال هيك مانك ملاقيها مناسبة تقعد معي على نفس الطاولة طبعاً ما هيك؟ لا تتضايق يا عيوني، فشخرتي وتيابي بتكفينا نحن الاثنين. ايه ايه ايه، تيابك والفشخرة هاي بتكفينا نحن الاثنين، انتي مزبوط عم تحكي. ايه معناها تفضلي يلا. سبيسيال دولا جز مز، هلا بتشوفي كيف رح تاكلي اصابيعك وراها. ليكي ساوي لك سيرفيس على الطاوله غير شكل. حسب اللي فهمته من تعابير الصدمه يلي على وشك انه الطاوله يلي عامل لك اياها عجبتك كثير، لانك جبتي بمحلك. هي يلا بقى يلا، ما بصير هيك تضلك واقفه، تفضلي يلا عدي عدي تفضلي. اها شوفي بصل أخضر، أنتي بتحبيه ما؟ أنا بحبه كتير على فكرة. أمي، نحن نشبه بعضنا ما؟ أكيد منشبه بعض، بس أنتي أحلى مني. لا مو أحلى مني أمي، أنتي أحلى مني بكتير. أنا بدي أضل على طول أشبهك، حلوة مثلك، منيحة، صبورة وقوية. عن جد عم تحكي؟ ما عرفت حالي بالمرة. طبعا انتي هيك امي، واكيد عمو عزت مو عالفاضي حبك. انتي شو هالحكي اللي عم تقولي اليوم؟ انتي كيف تحكي هيك مع امك وليه؟ يلا علي
اقعد هون شوي. تفضل يردي على عم عزت. أهلين عزت. أنا لقيت علي يا ملك، رح سلمه للشرطة بعد شوي. وبعدين رح إجي، أنتو بالقصر ما هيك؟ إيه ناطرينك هون. عم عزت، لقينا بيوت حلوين كتير بيقضنا، بس تجي من أرجيك ياهم كله. أي تمام، وبكرة منستأجر واحد. أمي سمعتي؟ بكرة رح نستأجر بيت. يا الله شو مبسوطة، طارت بالهوا من الفرحة. من اليوم ورايح رح تضل هيك إن شاء الله، ما عاد ترجع للماضي نهائيا. تمام ملك، أنا المسا بشوفك. علي علي يلا بكفي رياحة هالقد، يلا يلا قوم معي. يلعن هالحظ، أنا وين بدي لاقيه هلأ؟ جماعة فاشلين، معقول كل هالرجال ما عرفوا يخلصوا من عزت؟ شو رح يصير هلأ يعني؟ كيف بدنا ندبر حالنا؟ شو هدولك؟ إذا بترموها لهون بخزلكن ياها، يلا العبوا بعيد. عفواً خالي، غطي وشك. عدنان اسمع منيح، اعمل الشي اللي بدك اياه، بس خلصنا من هالبلوه اللي اسمه عزت، والا ما رح نقدر نبقى دقيقه بهرملي. لا تتركه لحدا تاني، انت خلص عليه. بالاول خليني لاقيه امي. تمام تمام بعرف، عم دور على قبره بكومة قش، لو لاقيه قبل ما يعمل له شي عمله. وصلت لآخر الطريق، هالمرة أنت انتهيت. فاطمة، بتحبي إني ساعدك بالشغل؟ لا شكراً لك زمرد خانم. يلي عملته كان كرمال ابني، كرمال انقذ حياة ابني. وأنا اللي عملته كان كرمال ابني. بس غلطت كتير بهالعملي. بالأول غلطت غلطة عمري لما عطيته لبهية خان. صرت أتمنى لو إنه ربي فقير، وحتى لو ما أكلنا وشربنا مثل الناس، المهم يضل مستور وصادق ويكون عنده ضمير.
انت عندك عزة الله يخليه، من حقك تفتخري بهالشاب وتشوفي حالك، بس انا مستحيل افتخر بابني من عمايله البشحة، مستحيل. المسا رح يجي عزة على العشاء، ساوي له قورمة بحبها كتير. حبيبتي هاد مو كأنه زيادة شوي، بكفي بقى. لو سمحتي لا تكسري بخاطري، لازم تكوني حلوة قدام عمو عزة. مو ايه أمرك، يلا بكفي هالقد طلعت حلوة. ما عاد فيك تكمل بهالطريقة، كل مالك عم تغلط وتغرق أكتر. وهلأ أنت عندك ابنك ومرتك، إذا مانك آكل هم حالك لازم تفكر بابنك كرمال مستقبله. أنت لازم تنسى كل عاداتك السيئة، ليك بتقضي محكوميتك وبتطلع، ووقتها بتفتح صفحة جديدة بحياتك. ولا تفكر أنه راح يصير فيك شي مو منيح بالسجن. وضع بابا كان مختلف كتير، هو أخويا اللي خانه ودمره، بس أنا كرمالك بضحي بروحي علي، وعيوني على طول راح تضل عليك، وراح أدير بالي عليك وعلى ابنك جمال. أنا رح جهز الطاولة كلها هلأ ويجي يشوف بعيونه هالمهبول. أنت عن مين عم تحكي ياسمي؟ ها؟ أنت كم أهبل عرفتي بحياتك ملك خانو غير الأهبل حلمي؟ خير شو عمل معي؟ كان بده ياخدني يغديني، قام طعماني بالقهوة سبيسيال دولاج زمز الأهبل. لعب بمشاعري وخدعني هالأهبل. عيب تضحكي قدامي هيك ماما. يلا يا علي يلا تحمل كمان شوي، ما ضل شيء ونصل. كان لازم تموت عزت، تموت من زمان. ملاك تعيدوا إلي هالأكلة إذا استويت. طيبة كتير ومستوية، يسلم إيديكي. عزت بحب هالأكلة كتير، إلي زمان ما طبخت له إياها، بس كأنه طول شوي ما هيك؟ علي تحمل شوي كمان، ما ضل شي لنصل. يلا علي، اتركني علي. يا علي علي يا أخي، ارجع لوعيك، افتح عيونك. علي علي صحصح شوي، يلا افتح عيونك يا علي. علي في بقى أخي، عزت ليش تأخر هالقد؟ إذا جعتي بصب لك أكل مرت عمي، لا تستني. لا لا بس ليجي عزت نقعد بناكل كلنا سوا بنتي. ليك ما ضل شي، رح تعتم الدنيا، نحنا لازم نمشي يا علي. علي
علي. ما رح تغلبني، أنا بركض أسرع منك. لسه ما خلص السباق يا زكي. عدنان عدنان انتبه، في جرف وراك، لا تكمل. ما فيك تضحك علي. لك واقف عم بحكي معك عن جد. عدنان والله عن جد عم بحكي، واقف. عدنان عدنان لا تفلت حالك، حاول تطلع. ركي عزت، حاول تطلع، معقول يترك أخي؟ أخ ليلوك، عدنان عزت. لا تقول لأمي ماشي، وإلا موتني من الضرر. علي، نعم ملك. عزت ليش تأخرت لهلا؟ نحن ناطرينك. أمك عملت أكل بياخد العقل كرمالك، وستك لورين جاعت كتير بس ما بدها تأكل قبل ما تيجي. ما راح أتأخر، بس علي ما نقدراني واقف على رجليه، أنا عم حاول خليه يقوم. وينكم أنتوا بالضبط؟ منيجي أنا ورستم مناخدكم. نحن على طريق الغابة، ما ضل لنا شيء للجسر. ألو؟ ألو؟ عزت انقطع صوتك. ألو؟ أنت ما فيك تعمل هالشي. اترك هالسلاح. اللي عزت مين في جنبك؟ أي سلاح؟ ما عندي حل تاني. عزت عزت افتح عيونك عزت، لا تموت. خفت مو هيك؟ غليظ طبعا خفت عليك. ليش؟ شو بده يصير عليك إذا أنا متت؟ شو هالحكي؟ إذا أنت متت وقتها مين بده يساعدني إذا وقعت بورطة؟ أنا ما بطلت حبك ولا بأي لحظة عزت، ما قدرت أبداً شيلك لا من قلبي ولا من عقلي.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كله منك انت، كله منك. ليش تركتني لحالي؟ اه عزت، عزت عزت، رد علي دخيلك عزت، دخيلك رد علي، عزت ببوس ايدك رد علي حبيبي عزت. امي، امي شو صاير؟ عزت صاير له شي، صاير له شي. ملاك، عرفت شي من عزت ليش تأخر؟ زهرة، خير احكي لي شو اللي صاير؟ ما كنت كتير مرتاح. عزت شو بهاي؟ قولي شي يا زهرة، وين راحت أمك وشو الموضوع؟ أمي كانت عم تحكي مع عمي عزت من شوي. عمي عزت قال لها إنه رح يجي لهون هو وعلي. عزت شو قال لها؟ ليكون صاير شي لأخو علي؟ ما بعرف إنه أمي. أمي سمعت صوت ناس عم يقوصوا، وبعدين أمي عزت ما عاد رد عليها. أنا ما قتلته يا علي، أنت اللي قتلت أخوك. أنا ما عملت أي شيء. دخيلك
استعجل يا رستم، من شان الله استعجل كمان. لا تقلق زمرد خانو، خمس دقايق بالكتير منكون صرنا هنيك. قولي لي مين كان مع عزت وعلي؟ احكي زهرة شو قالكن؟ ما بعرف عن جد، انا ما بعرف اي شيء عن الموضوع. يا ربي دخيلك تكون معهم، حميلي ولادي دخيل اسمك. امك متأكدة انه كان صوت مسدس، بلكي صوت شيء تاني، يمكن يكون طفى التليفون لانه خلص الشحن. عزت، 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 أنا إجيت، يلا قوم، عزت، يلا قوم. عزت قوم دخيلك، قوم دخيلك، أنا إجيت، قوم ببوس إيدك. Duyar mısın bana feryadımı, duyar mısın?